سنتر نكد وايد زين. نانا انا اسفه. انت بعد زعلانه مني؟ عادي، بس يا ريت تتاكدي قبل ما تتهميني بشي انا ما عملته. زين، مدام ريم كلمتني وقالت لي انه ما بتقدر تجيب لي الخاتم عشان رايلها بيي بعد شوي البيت. اي روحي جيبيه انت من عندها واجليه لبكره. ما اقدر اجلها لباكر. بسيطه، معناتها روحي انت هلا جيبيه. ما اقدر، عندي مشوار وايد ضروري. شو المعنى يعني؟ يعني مالي غير نانا حياتي. بعتذر، عندي شغل ضروري. نانا حياتي انتي، والله ما عندي غيرك. بعتي ريمي. لا مستحيل. ليش؟ انا ما اثق في حد غيرك. ايه امري لالله. يلا اعطيني العنوان. اوكي حياتي انتي. موح. شبكي؟ ليش هيك بحتي اواعيكي؟ ما عامله اي شيء البسه. سمنانه؟ لا، نحفانه كيلو ونص من ورا الشوربه اللي شربتني اياها نور. اوف يا ربي. نحفانه كيلو ونص؟ ميديا؟ هاي، طمنيني شو التقى الخاتم؟ ايه مدام التقى الخاتم. الحمد لله، صدقوني انكم لحقتوا حالكم، لانه الشرطة كانت وراي على الطريق. مدام شيرين ما في داعي لهالحكي، في مدام بالغلط اخذته للخاتم وهلا رايحة اجيبه. زبوني اخذت خاتم، حقه أكثر من 20,000 دولار وبالغلط كمان؟ ايه، ثاقبت انه عندها نفس الخاتم. شو هالصدفة؟ ما بتصير هالصدفة الا بالافلام الهندية. مدام شيرين إذا مانيك مصدقتيني، فيك تروحي معي تجيبي الخاتم. ايه طبعا بروح، منروح بسيارتي كمان، تفضلي.